نرجع مرة تانية للعروس مع محاولاتها لقبول الآخر، وزي ما قلت لكم عايزين نشوف العروس عملت ايه وكانت ايه مشكلتها. اللي حصل ان هي اتقابلت بنفس المشاكل اللي كانت قدامها عشان تصدق ان عريسها قبلها. اصلها موجودة في نفس العالم اللي بيحكم بنفس المقاييس، اللي بيقبل الأحسن وبيقبل الأفضل واللي صاحب الإمكانيات الأكثر. هي في نفس العالم ده. أنا عايز أقول لكم حاجة أكتر، ده يمكن للأسف العالم له مفهوم تاني عن الآخر. العالم بحت، حتى في حد من الفلاسفة قال إنه الجحيم هو الآخر. أنا ليه أوجع دماغي وأتعامل مع حد وأخش في مشاكل وعلاقات وتعب؟ ده مفهوم العالم عن الآخر. فالعروس تعبت ودخلت للعريس، المحضر بتاع العريس، وابتدت تتكلم معاه، تقول له أنا مش قادرة، أنا حاولت، أنا فشلت، أنا مش قادرة أقبل الآخر، مش قادرة أقبل زميلتي، مش قادرة أقبل زميلي في الشغل، مش قادرة أقبل قريبي عشان عمل فيا كذا. العريس قال لها بس بس بس، أنا سمعت أنا كتير قوي منك، يبقى لسه شوية. أنت لسه عمالة تقولي أنا أنا أنا، لسه ما قلتيش لا أنا بل المسيح، لسه ما قلتيش أنا ما أنا، لسه شوية. هي دي. العريس حط إيده على المشكلة على طول. عايز أقول لكم أحد الآباء القدماء طبعا كان مشغول قوي بالفردوس وفكرة الفردوس وفكرة الآخر، فربنا في رؤيا وراله أنه ملاك واخده وطالع بيه للسماء يوري له الفردوس ويوري له مكان الانتظار الآخر. فوداه مكان الانتظار الآخر، فلقى أنه عبارة عن ناس قاعدين على مايدة يأكلوا، بس مش قادرين يأكلوا وبيموتوا من الجوع لأنه الأكل قدامهم، بس المعالق اللي محطوطة قدامهم معالق غريبة الشكل. المعلقة طولها متر ونص، وكل المعلقة من الجزء اللي هو من الآخر ده شوك شوك شوك، ومفيش غير آخر جزء بس من المعلقة هو اللي مفيش فيه شوك. فعشان تمسك المعلقة بقى المعلقة على بعد متر ونص منك، كلهم بيحاولوا يأكلوا مش قادرين، الأكل قدامهم ميتين من الجوع. قال له تعال أخدك على الفردوس بقى. ودع على الفردوس، لقى نفس المنظر، نفس المايدة ونفس الناس قاعدين ونفس الأكل ونفس المعالق، بس كله بيأكل وفرحان، لأن في فرق حاجة واحدة بس، كل واحد بياخد من المعلقة وبيأكل اللي قدامه، فكلهم بيأكلوا. ده مفهوم العريس عن الآخر، ومفهوم العريس عن إحنا مفروض نكون بنقدم إيه للآخر، وده مفهوم العالم عن الآخر. العروس استريحت لما سمعت كده، لما سمعت من العريس انه في حل، ان انا لازم احط انا ورا ولازم احط هو في الاول. قالت له بس خليك معايا، الموضوع ده صعب مش سهل. قال لها ما تقلقيش، انا معاكي طول الطريق، وايديا هتكون محوطاكي، مش هسيبك، بس انت خروجي بقى، اشهدي عني، كفاياكي اقعد سنين وسنين وسنين قافله على نفسك، والناس بره مشتاقه انها تسمع عني منك، فلو سمحتي اخرجي واشهدي وانا هكون معاكي وهقويكي، اشهدي على اللي حصل معاكي، اشهدي قد ايه انت كنتي وتقابلتي، اشهدي وقولي قد اخطأت قد اخطأت وعوكت المستقيم ولم اجاز عليه.